شي حلو كتير انه انا لساتني بقلبك عمر، بس انا مو لحالي بقلبك، لانه في وحده تانية بقلبك واخده مساحه اكبر مني بكتير. انت وقت بتتضايق بتروح لعندها. بعرف انه هذا الشي غلط، هذاك الوقت كنت حاسس انه ما في حدا جنبي، لهيك كنت ضايع وما بعرف شو بدي اعمل. مزبوط، لانه الواحد لازم يرجع للشخص اللي بحبه، والواضح انه حبنا مو قوي لهالدرجه. اذا بتحبي بنعطي لحالنا فرصه ثانيه. عمر خلص، نحن انكسرنا. فرصه ثانيه هذا الشيء صعب كثير، لانه القلب لما بينجرح ما في شيء بالعالم كله بيخليه يرجع مثل ما كان. أنا ما بدي إياك تتعذب معي أكثر. شوف كيف برقص. تعالي تعالي نرقص شوي. ما بدي ارقص. تعال عزمها مرة ثانية. لك تعالي لهون، عم لك تعالي نرقص. يلا روحي. يا الله منك هزار، تعالي بقى.
العافية. بدي بقى تقرن في الحمرة. تفضل. تسلموا. شكرا. سلم ايدك. شكرا. طول بالك. وصلنا. اسرع 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 اسرع. ولادي مريم. عايزة حرارة عم تزيد. مريم مصطفى ان شاء الله. ولادي ما رح يصير شيء. ما رح يصير شيء. خلينا نعرف شو شغلنا. طول بالك. طول بالك. مريم مريم. يلا مريم. مصطفى اهدى شوي حالك. مصطفى مريم ان شاء الله تشوفه بعد شوي. اهدى مصطفى. يا شباب حدا ينادي له للدكتور. علي بسرعه نادي له. بسرعه بدنا دكتور. مصطفى لازم نعالج الحكي بسرعه. انت عم تنزف. يلا اذا بدك. لا 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 انا مردي جوا وما فيني روح على اي محل قبل ما تطلع. تركي تركي انا بحكي معه. ما بدي مصطفى. الله يخليك. ما فيني روح. اهدى هلا بيطلعوا. خلص طول بالك. بس لحظة. خلص بالشبهة. خلص اهدى شوي. ما بصير تعمل حالك هيك. ارجع اقعد. انت تعبان. يا الله طول بالك يا مصطفى. لك ليش ما حدا عم يرد علي طيب؟ ليش ما حدا عم يرد علي؟ ليش؟ يا الله يا ربي دخيلك ما صار شيء. يا الله يا الله صار شيء. كنت بدي نايمها بحضني بحكي لها حكايات. صرت غيرانة الفاتحة وادعي لها. خلص حبيبتي بكفي بكي. آسفة مريم خالو بده يجي لعندك. بدي روح لحبيبتي. ماما ماما تعالي يا عمري. ماما بياكي. طور قلبي. ماما بحبك كثير. انتي وبابا. انا كمان بحبك. تعال عندي لشوف. تعال يلا. اوووو. ماما ماما انا بحب بابا اكثر منك. بحبك بابا. وانا بحبك. شلون حملني؟ السنة 60 لتأسيس شركة أصلان باش هو أهم حدث عنا بهالفترة. لا تخليني اندم لأني تركت الجامعة وجيت لهون. ليك بروح بخليك تعمل كل شيء لحالك. ها مشان الله انا هلا عندي شغل اهم بكثير من هاد. انا شو دخلني بهيك اجتماع؟ هدول مسؤولين دعايه. بعدين شوف حالتي كيف. عمر بس سمع انه الاجتماع رح يضل ساعتين ايام القيامه. يعني الاستاذ ما في ضحي بساعتين من وقته مشاننا. انت قلت لنا بالاجتماع الماضي انك رح تقدم لنا افكار حلوه. ما بصير تعمل فينا هيك هلا. يعني اذا عندك شيء ضل، واذا ما في روح. اتفقنا؟ عفوا استاذ. وصلوا الناس من الوكاله. واخيرا وصلوا. خلص خليك هون. اسمعني عمر. والله دقيق. خليك كيف بدي اقعد ساعتين ورا بعضهم هون؟ ما بتحمل. خلص وصلوا. اصلا وجودي ما رح يقدم واخر بشي. خلص مش حلو. خلص عرفت. اهلا وسهلا استاذ. تفضلوا. كيفك؟ شو اخبار؟ شرف. اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. مرحبا استاذ عمار. اهلين. مرحبا. يا اهلين وسهلين. انا علي. بقدم لك شرفت بمعرفة. رح تقدم. وانا كمان. هلا صار فيك تروح. عمر بيك تذكرت انه اليوم انا ما عندي شغل والعرض مهم كثير. تفضلوا اقعدوا. تفضلوا. تفضل تفضل. يلا. هي اخيرا وصلنا. يلا حبيبي انزل من السياره. ما بدي انزل ماما. بدي ضل قاعد بالسياره. بدنا نروح ناكل اكله طيبه. يلا يا حلو لا تعذب ماما. يلا. ما بدك تركيني. ما بدك تلعب مع بابا؟ يلا روح لعنده. يلا 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 روح. يلا يا ازعر تعال شوف. تعال مني بابا.
امشي يا اسعد خلاص. لا بابا احملني. زكي ليه مصطفى بيك؟ شو الاخبار عندك؟ كثير منيح تمام؟ الوردات اللي قلت لي عليهم امبارح جبتهم كلهم وهلا بدي ازرعهم. ايه بس ان شاء الله ما يصير فيهم مثل اللي قبلهم. رح يعيشوا اكيد رح يعيشوا يا اغا. وين؟ ورا البيت. يلا هلا ترابتهم كثير ظريفه. رح ازرع هون وهونيك كمان بدي ازرع صف طويل. كثير منيح. بدك شيء ثاني؟ لا يسلم. يلا ورجيني شو طلع. شو هاد؟ شو هذا؟ دلب. دلب والدلب شو بيساوي؟ هو 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 هو. مريم خانم بدك مني شيء؟ لا شكرا هزار يسلموا. وين رزان؟ جيبيها لهون. بعد ما طعميتها نيمتها فورا نامت، كثير بتحب النوم، طالعه بهالشغله لابوه. طيب هزار بس تفيق فورا جيبيها لهون مشان تلعب معنا شوي ماشي؟ حاضر ست مريم. يلا كبس منيح. كبس شو رح يطلع؟ اوب وهلا شو عم تشوف؟ طلب تاني. طلب كمان، هذا طلب تاني، يا سلام صار في عنا اثنين. خلاص. الله معك، ما بدنا نشوفك مرة تانية هون. مع السلامة. ليش هيك؟ وين الفرقة الموسيقية والسجاد؟ ها؟ معقول يا معلم نسيت انه واحد من رجالك طالع اليوم؟ لك اهلين والله اشتقنا لك. وانا كمان. يلا تفضل تفضل. لا هذا الاعلان احسن. نحن ركزنا فيه على تطور التكنولوجي بشركة أصلان باش. حسب ما فهمت هذا اقتراحك أنت. قلتي تكنولوجيا وهي أكثر شغلة بيحبها علي. نحن منعرف كل شيء عن أعمال السيد علي بخصوص التكنولوجيا، وطبعاً لازم نخصص جزء من الإعلان مشان هذا الموضوع بالذات. علي خذ راحته. هزار شوفي 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 شوفي. الله يكبر عقلك يا زكي. مجنون. مجنون؟ اي والله مجنون. من وقت ما شفتك جنيت وضيعت عقلي كمان. هلا انت ما عندك شغل؟ كان في عندي، رحت انا ومصطفى بيك وفرجيته على الوردات وخلصت شغلي. كانوا متضايقين لما رجعوا من المقبره. شي طبيعي، مو سهل على الواحد ابدا يفقد ابنه. كل ما تضايقوا بيروحوا على البحر او على الحديقه لينسوا هالقصه. منيح انه الصبي لساته عايش. هالواطي الحقير، إن شاء الله يا مجيد بتنقص إيديك وبتحترق بنار جهنم. الله كبير وعلى الظالم هزورتي، الله كبير. وحدة ثانية؟ كمان في وحدة. تاكلوا معي؟ بابا. لا حبيبي، هلا بيوصل أكلنا. وبس ناكل بنرجع بنلعب، مو هيك حبيبي؟ يلا اترك اللعبة بإيدك. شو هالأكلات الطيبة؟ يلا اتركها حبيبي. ما بدي اتركها ماما. ما بصير حبيبي هلا لازم ناكل. طيب ليكي، شو رأيك تعطيني الأكلات لإلي وأنا باكلهم؟ أصلاً أنا جوعان كثير. يلا هلا بياكلهم بابا، يلا حبيبي يلا. بتعرفي بشو رح يلعب بس ياكل؟ قلي بشو بدك تلعبه؟ طيارة الورق. لكن يلا ناكل اكلاتنا بسرعه. ايه بس لازم بالاول يخلص صحنه كله. ها سمعت حبيبي شو قال بابا؟ ايه لازم ناكله كله. بس بدي العب. ما بيصير. انا ما دخلني، اذا بدك تلعب بالطياره لازم تخلص صحنك. بس احنا لسه ما اكلنا شيء، بتخلينا نلعب؟ حبيبي يلا كل بالاول لحتى نلعب بالطياره. بدي العب بالطياره. طيب شو؟ طيب كل بس شوي مشان تصير قوي نلعب بالطياره. ناكل بس شوي مشان نقوى ونقدر نلعب بالطياره. طيب مصطفى يلا. بس شوي بس شوي يلا. شوي يلا عم استناك بابا. يلا رح ناكل بس شوي. يلا يلا تحت امك حبيبي لشوف. يلا برافو عليك يا بطل. هك كمان يلا بتحت امك. برافو عليك يا بطل برافو. وانا بالحبس فكرت بناس كتير بس انت ما خطرت على بالي. بسيطة عزيز اغا،
شو آغا؟ أنا بيك إذا حدا سمعك ما بيدخلوني على الاتحاد الأوروبي، ما بتنادي لي غير بيك. تكرم عينك يا بيك. اللي عم شو هالشوب، يمكن جهنم أبرد من هون. طول بالك عزيز بيك، لسه ما شفت شي. انتو داود بعدكن لترفعوا لي ضغطي؟ عجل لك شوي ولا؟ اشتقت لجمال ولداود آغا. أهلا وسهلا يا خانو. أهلا وسهلا، شرفتي. تأمريني بشي؟ بعد إذنكم بدي أشوف إيناس. بتلاقي بغرفة الحاج سفان. أهلا وسهلا زهرة خانو، بتحبي يساوي لك قهوة؟ لا، بدي أشوف أبي وبعدين بشرب قهوة. هلا صار منيح، الأيام الصعبة مرقت الحمد لله. كأنه عمتك زهرة عني صايرة بهالفترة كتير عم تجي لهون. يلا هي آخر مباراة سلة رح ألعب أنا وعزابي. أنا آسف. عندك شيء أهم مني؟ أكيد عنده، بيكون رايح يتغدى مع شيء وحدة حلوة. برافو عليك طلعت على الطاير. خلص إذا هيك عذرتك، بهالحالة لازم نلعب لعبة تانية، سكواش مثلا. ممكن. شوف إذا ما بتجي على حفلة وداع العزوبية رح أزعل وما عاد أحكي معك، عم تفهم؟ معقول أنا ما أجي؟ لازم نودع سوا أيام زمان، لأنه راحت عليك ورح تتجوزها. أكيد عم تحكوا علي. ما هي جد العروس؟ لا أبداً، كنا عم نحكي عن موضوع ثاني. ليش يلا نشوفكم مشان سكواش. بدنا نلعب سكواش. كأنه بكرة بدنا نتزوج أنا وياك، ما هيك؟ حبيبتي بعرف إنه بكرة، بس اليوم أنا حر وحابب كتير إني ألعب. ما في عندي مانع تلعب، بس أمي وأمك قاعدين بالأوتيل وعم يستنونا هلأ. يا الله شلون نسيت أنا هيك. علي أنا آسف، بوعدك نعوضها مرة تانية، بس أفضى أكيد. باي. بسيطة. تعي. الله معكم. تفضلي. لما راح الالتهاب صار يتنفس أحسن بكتير. صدقيني مبارح نام منيح، لا تخافي عليه، ما شاء الله عليه، بنيته كتير قوية. هداك اليوم خفت عليك كتير، حاولت اسمع نفسك من تمك وما سمعته، وما سمعت دقات قلبك. اضحك. ليش بتضحك؟ شو عم تضحك علي؟ مرحبا عمتي. أهلين خليل. عم خاف عليك كتير، والتليفون ما عم بفشلي خلقي، قلت لحالي بيجي لهون وبتطمن. يا عمتي لازم تيجي كل يوم، مو بس مشان جدي، نحنا كمان منحب نشوفك. نحنا كل يوم الصبح منفطر كلنا سوا. شو رأيك بكرة تجي تفطري معنا؟ ومصطفى جاي كمان. جدو. عم تلعبوا بدوني ما؟ شو عم تلعبوا لشوف ها؟ لك تحممت يا حلو؟ هات عطيني بوسة، بابا بده بوسة طيب كتير وكبيرة. ايه العامة بالشامبو صار نظيف، تحمم وما عذبني. وكأنه طولان شوي؟ وأنا كمان شايفة إنه زايد طوله منيح. يلا مريم تعي لشوف قديش طولانة. تعي. بدنا نقيس طولنا؟ ايه بدنا نقيس طولنا. يلا تعي لشوف. يلا تعي خلينا نقيس. بابا مصطفى قال لي أنا قديش طولان اليوم. طولان كتير. تعي لشوف. وقفي هون ولا تتحركي. قال لي كم سنتي؟ شوي. شي 3 سنتي. والله 3 سنتي. ممتاز. وهلا اجى دورك انت. انا بدك تقيسي طولي؟ ايه بدي طولك. يلا ماما تعالي بقيس طول بابا. انا ما بدي اقيس طولي. ايه بدنا نشوف بابا قديش طولك. يوسف بده يقيس لي طولي انا؟ يلا امسك القلم. يلا حط فوق راس بابا. تعال لشوف. حط لشوف. هوبا. حط لشوف. هي وقفت. بس لا تكتب احلى وشي. ها شوف لنا قديش طولك. ماما شوفي شو سوي. اه برافو برافو. دخيله الحلو انا. انت ما بدك تقيس طولك مثلي؟ يلا تعال شوف. وقف. يلا نشوف مين اطول. الحلو رح يوقف فورا. هوب. يلا شوف. وقف ماما. وقف هون مشان نعرف قديش طولان. يلا حبيبي تعال وقف. تعال هون حبيبي هون. برافو. يلا وقف منيح. يلا حبيبي هيك دور. رجع راسك. رجع راسك. برافو حبيبي. اوه برافو حبيبي. تعال شوف قديش. يا بطل قديش طولت. دخيله دخيله عيونه الحلو انا.
عزيز اللي متغير شكلي ولا لا؟ اللي علي لا تستحي. لا مو متغير، لساتك مثل ما كنت زمان. يا جبل ما يهزك ريح معلم. اللي بلا مجاملة. لا تواخذني عزيز، ما قدرت اني روح لعندك على السجن وسليك وقلك الله يفرجها عليك. تعرف انا واحد ميت بالسجلات الرسمية. انا مو زعلان منك، بس فوتي على السجن كانت بسبب فيلمه لعلي بيك، وبدي انتقم منه ومن عيلة أصلان بأقرب وقت. قال حظ عطيني وبالبحر رميني، وهالعيلة عندها حظ بيفلق الصخر. والله شلون صار هيك ما بعرف، بدال ما رصاصة تجي بمصطفى اجت بمريم. لا تاكل همشي يا عزيز، العيلة كلها موجودة وفيك تقوصهم أو تذبحهم. بس المرة الماضية كان عنا واحد أجدب اسمه مجيد لزقنا في القصة، بس هالمرة ما في. لك الله لا يوفه. وين خبى الشريط؟ إن شاء الله ما يكون لقى حدا منتبهدل. روح الله لا ي... شفت عزيز هي عصبت. عم بتذكر وشه لمجيد، كان خايف كتير وشه عم يكت عرق. صار لازم روح على العرس، أنا بحب المواعيد الضابطة. لازم ما أتأخر عليهم، وأهم شيء أخذ لهم هدية معي. حلوة مثل البدر، يا صبحان الخالقها، حلفت الله قلت القدر، لا بخونة ولا بطلقها. والله خجلان منك، ماني عارفه شو بدي لك. لولاك كانوا اتهموني بجريمة قتل. يلا خذ راحتك بالحكي، يلا قد ما بدك شيل التهمة. الله يرحمك يا مجيد، انت اللي رسمت الخطة يا معلم وانا نفذت. اللي لشوف الصيفية الماضية كم يوم قضينا مع بعض، ولا تنسى تشيل منهم يومين لانك ضليت يومين او اكتر عم تحكي على التليفون مشان قصص شغلك. معك حق، بس انت كمان تليفونك ماهي ولا نسيتي؟ ايه صح معك حق. شفت؟ عارف انه عم نحكي عليه امرا فورا. الو، أهلين مدام سناء. لا 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 أبدا، ما في أي إزعاج مدام. طيب هلأ بس خلص بجي لعندك، لا تخافي ما رح أتأخر عليكي. خلص استنيني رح أجي. طيب الله معك. عن جد آسف يا عمر. أنت شو صاير معك اليوم؟ ما صاير شي، بس شايف أحلى بنت بحياتي عم تحكي على التليفون. صحتك. مرسي على المجامل الظريفة يا أحلى عمر أصلا باش. العفو. طعميك لقمة تانية؟ طيبة حبيبي. يلا مريم. مريم نشوي لكم كمان؟ لا أظن أنه ما في داعي. شبعتوا يعني؟ افتح تمك. رح أشوي شوي كمان مشان زكي المزاج. بابا بدي سمكة تانية. لا مصطفى لا ترد عليه، لسه صحنه مليان. على قد ما بياكل سمك خايفة يطلع له حراشف وبعدين بيقضي كل حياته بالمي. ايه وإذا يعني؟ يا ستي يطلع له ماني زعلان، ناخده ونروح كلنا منعيش بالبحر. بابا اللي في سمك بالبحر، بدي سمكة. طبعا في سمك، سمكة كتير بابا. في مدينة ملاهي بقلب البحر كمان. في وكبيرة وحلوة. لا في. لا خلص حبيبي خلص خلص خلص، لا تبكي مثل ما بدك، ما في مدينة ملاهي بقلب البحر.
طيب بدي اسالك سؤال، انت ليش بتحبي ليوسف اكثر مني يعني؟ بالله سمعت ابوك؟ قوم البس احسن ما تتاخر على حفله معين. كنت نسيان كل القصه. بدك تاكل سمك. وشو بدنا نعمل هلا حطيت هدول؟ روح انت، نحن مندبر حالنا. طيب روح. ماشي ماشي مثل ما بدك. بابا انا كمان بدي بوسه. بدي بوسه. بدي بوسه. بدي بوسه. وانا كمان بدي بوسه كبيره من بابا. باي بابا ما بطول. طيب حبيبي انت هلا خلص صحتك وكل بسرعه. لك انت كمان قصة حبك مع مريم مثل قصة الحب الكبيرة لجمعة داود وزهرة. شو ما عم نشوفها لزهرة خانو؟ ما عم شوفها، بس صورة زهرة محفورة جوات قلبي، بقلبي من جوا. داود آغا طلع خروق. بيجي يوم بتسامحك. صعب كتير لأني عامل ذنوب كتيرة ما بتنعد معك، وإذا سامحتني عن واحد بضل 99. زهرة مستحيل تسامحني إلا إذا مطرت الدنيا حجار مو مطار. وانت كمان يا اخي عزيز لازم تطفي نار قلبك، لانه الحب المستحيل بيضرب عقل صاحبه. داود اغا انا من زمان دفنت عقلي، هلا هون ما في غير حبيبتي مريم، وبكره رح اشوفها. اخ يا اغا اخ لو تعرف قديش مشتاق لها. اشتقت لعيونها وبياضها وجسمها وشعرها. الاستاذ عمر هرب، بعدين قلت بنلعب سكواتش، قام بالاخير لعبت انا والمضرب مع الحيط لحالنا، لانه الثاني كمان فرقة. كان معلم كثير ظريف شباب. روك معين بحاله، مو شايفه قديش مهموم؟ لانه اكيد عم يفكر هلا كيف ورط حاله على الورطه. اي والله الزواج ورطه يا كابتن. لحظه معين، كأني سمعتك عم تقول كابتن. بدي خبرك انه بعائلة اصلان باش صار في كابتن حقيقي، مصطفى المجنون معلم، الاسبوع الماضي اخذ شهادة كابتن. عن جد؟ مبروك. شكلك انت كثير بتحب البواخر ما؟ طيب شو رايك بس نخلص من عجلة العرس نتسابق كلنا سوا، شو رايك؟ هذا واحد مجنون، مستحيل تقدر تسبقه، نصيحة مني لا تخجل. أنا هلأ عم فكر اشتري يخت غير شكل. يختي تحت أمرك يا كابتن. شو هالعرض المغري يا معين؟ معقول كابتن مصطفى رح يطلع بيختك الغربة؟ مصطفى لازم يشتري يخت محترم يليق فيه. يعني طبعاً لازم يكون يخت غير شكل. لك الحقيقة أنا عم فكر اشتري يخت شراع كتير مهم، كبير طبعاً، ويكون مجهز وفيه كل شيء مشان السفر يعني. حلو. لأني ناوي أعمل جولة عالمية وما خلي محل يعتب علي. إيش مريم بتخليك تروح؟ اما انا اخذها معي لمريم، واذا بدكم تعوا معنا انتم كمان. فورا. شبكي دينا ليش مكبرة الموضوع كل هالقد؟ ما بيصير. ايه بس خايفة شوي. مريم هذا زواج مو لعبة، يعني لزقة كل العمر. عم بتذكر عرس شيرين وعمر. اي شيرين اسأل الله. تتذكري يوم الحنة شو عملنا؟ ضلينا ملازقين فيها لخلاص العرس، وكل الليل ونحن عم نبكي عليها. يا الله وقتها شو ضحكنا، بتتذكري؟ بتذكر. والله اشتقنا لها كثير، ما بدها تجي على عرسك؟ يا الله منا. عندها اجتماع كثير مهم ولازم تحضره، مشان هيك يمكن ما تقدر تجي. بصراحة أنا كمان ما كثير حاببتها تجي لهون. أحسن منشانها هي وعمر. إذا رجعت لهون رح تتذكر الماضي وتنزعج كتير. هي مفكرة هلأ أنه تجاوزت القصة ونسيت اللي صار، بس ما نسيت. شو عم تساوي بأستراليا؟ يا ترى بتكون مبسوطة؟ ما بعرف، أكيد هلأ عم يبدأ نهار جديد هنيك. من طول عمرك بتقول ما بتزوج ما بتزوج، وفجأة قررت تتزوج. فيك تفهمنا يا أستاذ شو سبب هالقرار المفاجئ؟
لأنه بدي أتزوج أولتها وآخرتها، فقلت لحالي بتزوج على صغار أحسن لي. اسمع مني ولا ترد عليه، اللي عم تعمله هو عين العقل. شو بدك فيه؟ لا ترد عليه معين، ما في حدا برأسه عقله بيتزوج. على عين العقل. كأنه كاتبين بالكرت حفلة كوكتيل وبس، ما في عرس ما؟ لا، دينا ما بدها. إذا هيك كم واحد رح تعزمه؟ قلال كتير، يعني المقربين فقط والناس اللي منحبهم كتير وبس. ورفقات دينا؟ صحتك علوش. إذا قصدك شيرين، شيرين ما رح تجي. طبعاً أنا ما قصدي شيرين. عمر شيرين نسيتنا من زمان. دخل معين، شو قصدك؟ كنت عم أقول لحالي إنه بس اشتري اليخت، شو رأيكم نطلع على قبرص؟ منقضي كم نهار مع بعض وهيك منرجع، شو رأيكم ها؟ أنا موافق، فكرة حلوة كتير ومنغير جو. مو بس حلوة بتجنن، بلكي بلاقي لي بنت الحلال وبتزوج بقى. كنان، قلي لشوف قديش 8 ضرب 3؟ اوهو عمي جدول الضرب خلصناه من زمان ولا عم ناخذ القسمة؟ ذكي كتير ما شاء الله. بس بيضلوا عم يلعب كل الوقت على الكمبيوتر. طيب معناتها يا بطل قلي لشوف الرياح اللي بتهب على البحر قديش بتكون سرعتها؟ طول بالك زودتها مصطفى. هذا السؤال ما بينسأل لولاد. 12.5 هذيك المرة عمو مصطفى حفظني اياها. حبيبي ما في داعي تعب، ما خاف تحفظ هيك شغلات ما لها طعمة. اتفقنا حبيبي كنان؟ اتفقنا. اهتم بدروسك. يوسف؟ يلا قلي لشوف 2 ضرب 2 قديش؟ 4. برافو عليك يا بابا. برافو. منار خدي دوقي هالمربى، هذا شغل الست خديجة، أكيد رح تحبيه. إيه بعرف، هديك المرة أكلت نص قطرة ميز مربى المشمش على قد مو طيب، لا تدللوني هيك باخد وش، بعدين بعيش هون. ما بقى روح انتبهوا. خديجة وين المربى اللي وعدتيني فيه؟ والله نسيت يا بنتي، يلا رح فوت عبي لك قطرة ميزين وجيب لك إياه هون. ماشي. ما بدي روح ألعب معه. وليش لا تاخدي معك؟ بس يجي على بالك المعود احملي حالك وتعي لهون. صباح الخير يا جماعة، واحد يخبي صحنه علي شرف. اللي بيسمعك بيقول يلا كيفكم؟ كيفك عم تيجي؟ خليل لا انا هيك رح مل كثير، غني لنا شي غنية. شو بتحب غني؟ غني لي لابو وديع. قلت لي ابو وديع؟ طبيب جراح قلوب الناس اداويها، ويا مجرح سهرت الليلة داريها، شافوني قالوا متهني من كتر الفرح بيغني، شافوني. سدوا لحالك، الله يعدمني اياك على الصوت. طمنيني عنك، كيف دراستك؟ ماشي الحال، إذا ممكن أعطيني صحن الزيتون. والله السنة صعبة وبدها تعب ودراسة كتير. بس بنتك ما بنخاف عليها ما شاء الله. جيهان، لما كنت صغيرة كان يلفت نظري القماش الملون، واتمنى لو بعرف خيط. اكيد انت هلا مبسوطة بدراستك. مو كتير، بس هلا عم نعمل شوية تصاميم جديدة، وبصراحة كتير دوامنا طويل حتى يوم الجمعة. شو بدنا نعمل؟ عم نطلع وراك. شو؟ يا ولاد؟ لك يا ولاد؟ والله يا ابني انت واحد اجدر. طالع لابوك لا تحكي هيك، ابني ما بيشبهك بشي بالمرة. مو شايف ديك بسوق السيارة؟ مجنون مثلي اجدر. بس لو عادي ما عادي. يا ابني الله يحفظك. تفضلوا. يا هاي بالشوم انت جبتيهم؟ بسيطة هزار، مو انتوا هلا ضيوفنا؟ يسلم لي الوش. ايه مظبوط، بعدين ما عم نشوفكم لهيك بلا هالشغل هلا وخلينا نشوفكم. لو مصطفى بيك ما جابنا معه ما كنا قدرنا نجي. لك دخيل انا، دخيل بابا حبيبي. تفضل بشار. شو ما صار معك تشتري سيارة؟ سيارة شو؟ انا اللي معي ما بيشتروا دالوب سيارة. تسلم. بس هلا عم فكر اشتري ميتور صغير، يعني بركي بيحل لنا ازمة. بس انا ما بركب ميتور. ليش هزار؟ ايه كتير خطير، وبدك يعني اطلع انا وياك ورزان؟ لا والله. شو علي حبيبتي، البسوا خزات وركبوا، اصلا شكلكم رح يطلع بياخذ العقل بجنن مثل البطاط وما بتشبهوا حدا. عن جد العقل فيه. ليك ليك ليك، هي سمعتها شو عم تقول؟ خلص زكي انتوا لا تردوا عليها، هالبنت شكلها جنت على الاخر. خديجه شو رايك نجوزها ليحيى؟ بلكي بيرجع لعقلها. معقول معلم بشار؟ بتعرف والله ما يسمع يحيى هالحكي، انا متاكد انه رح تجي الجلطه ويوقف قلبه فورا. ايه ما عرفت مين جاي يزورني. ما انك قدران تصبر شوي؟ هلا دقيقتين وبيجي. ليكو اجا.
السلام عليكم. وعليكم السلام. عمتي، نحن قررنا انك تيجي تعيشي معنا. شو حكيت؟ بدنا اياكي من بكره تحمي حالك وتيجي تعيشي هون. فاجأتني، انت شو عم تحكي؟ مزبوط خليل، انت شو عم تحكي؟ الظاهر لسه مو الكل موافقين على جيتي لهون. اسمعيني يا عمتي، انا واخواتي قعدنا تناقشنا بالموضوع، خلص لازم تيجي تعيشي معنا. انت يا عمتي عم تيجي لتشوفي جدي كل يوم، خلص بلا هالزيارات وتعي اقعدي جنبه على طول. القصة ما بدها تفكير كل هالقد. عن اذنكم. شكرا كثير لكم، بس يمكن اذا انا اجيت عشت هون رح يصير مشاكل وزعل بيناتكم. معلش عمتي لا تنزعجي من حنان، انا بحكي معها. بعدين هذا مو بيتنا، هذا بيتك. وافي عمتي، ما بصير تعيشي لحالك بهداك البيت، ولا انت ما بتحبي تشوفينا كل يوم؟ وكمان هيك جدي بينبسط كثير لما بشوفك كل يوم قدامه وبتتحسن حالته وانت بترتاحي كمان. يلا وافقي يا عمتي. خلص موافقه، بس ان شاء الله ما تندموا على القرار بعدين. لا تخافي، اذا ندمنا بنقلك. اغا عزيز بده اياك. شو قلت؟ كثير بترتاحي هون. وينه؟ عم يستناك برا. شوفي خليل، خليكن قاعدين، ما في شيء. خليل عم قلكن ما في شيء، هلا برجع. سميرة قالت لي انك زرتهم، وقفت جنبهم. بتعرف صبحي ما كنت متخيل انه رح يجي يوم وارجع اقعد انا وياك مرة تانية. وين كنت انت؟ روح انقلع من هون، لا تعكر مزاجنا. أنا مو جاي لحتى أعكر مزاجكم، أنا جاي لأعتذر منكم. خليل شو عم بيقول هذا؟ قل له ينقلع. اهدى شوي. عمر بيك ممكن تسمع شو بدي لكم؟ روح نقلع من هون، ما بدي أسمع شيء. مصطفى اهدى شوي. أنا بالسجن فكرت كثير وعرفت إني غلطت بحقكم، بس إن شاء الله هالغلط ما عاد ينعاد، وبتمنى إنكم تسامحوني يا جماعة. وإذا بتقبلوا هي الهدية بكون مبسوط. مع مشوك. أعطيهم إياها. لك لساتك واقف هون. مصطفى بلكي الولد بياكل. اسمع ما خلص بكي حبيبي. صحيح العمر إلك، والله صعب على الواحد يفقد ابنه. يلا بشار، يلا بشار، خلي الحقير يمشي من هون بسرعة. حاضر. خلص يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، يلا يا ماشي لا تعصب. يلا يا حيوان. شو هالعالم هي؟ احكي لي منصور، ليش ما حدا حكى لك؟ بس أنا حابب أسمع القصة منك أنت وبالتفصيل الممل. احكي شو السبب؟ كيف قدرت تعمل هيك بأخوك وولاده؟ قابيل اللي ارتكب أول جريمة بالدنيا قتل أخوه هابيل من غيرته منه لأنه الله كان بيحبه أكتر. بس أنت شو العذر اللي عندك؟ قلي ليش قتلت أخوك اللي كان يحبك ويفضلك على حاله بكل شيء. أنت مو بس نزعت سمعتك، أنت نزعت سمعة كل العيلة، نزعت سمعة كرك وجاك كلهم. ليش ما عم ترد منصور؟ الله عم يعاقبك بالحياة وأنت بتستحق جهنم يا منصور.